أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عصاة الموحدين هل تصلاهم النار من جميع الجهات مثل الكفار، أم أنهم يعذبون عند النار بدون أن يدخلوها؟ جاء في الحديث أنهم يتفحمون ويخرجون من النار كالفحم، وينقلوا ويلقون في نهر قالوا له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، فإذا تكاملوا أدخلهم الله الجنة. نعم.